مساء الخير. رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحة والبركة. وبالعودة لموضوعنا، عم يلجأ كتار من العلماء ليخففوا من استعمال النفط اللي بيضر بالبيئة، ولكن يلي ما بيعرفوا انه الحشرات بتحمل هالحل من زمان. الدبور الشرقي عنده مادة بتحتجز أشعة الشمس وبتستعملها لتولد طاقة بتخليها نشيطة، خاصة بساعات الظهر لما بتكون الشمس قوية. هالطاقة نظيفة وطبيعية، وإذا قدروا العلماء يستعملوها بدل النفط لتوليد الكهرباء، بنكون وفرنا على البيئة ثمن كتير كبير. وبالعودة لطقسنا، طقس ربيعي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي، البحر الأبيض المتوسط، الحرارة مرتفعة ورح تبلش تنخفض الرطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 125 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خصوصا ساعات الليل. هلا نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 23 وبنبقى 14، على المرتفعات 21 و12 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة يلي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية؟ ونبدأ من الرحبة 29، ببالرمل 30، المدفون 31 درجة، وبننتقل من بعدها لرأس البياضة 29، لقليعة 30، جبشيد 27، ومننتقل لعرسان 33، اهدن 23، وجباب 31 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 30 و55%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين بنشوفهم سوا. ليلة بتوصل ل 23، وبكرة بين 22 و31 درجة، ونهار السبت بين 20 و30 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. صنعاء 30، القدس 32، دمشق 34، بغداد 44، الجزائر 29، وأخيرا لندن 20. وهذا كنت أصل الليلة. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.